يوم 113 على التوالي شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة. تامر وتفصل عددا من موظفيها تتهمهم إسرائيل بدلوع في هجوم 7 أكتوبر الماضي، وعدد من الدول تعلق مساعداتها للوكالة. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة. الأخبار بتفصيل من قناة النيل الأخبار، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في قطاع غزة، لا سيما خان يونس، واستشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون اليوم السبت من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 113 على القطاع المحاصر. لليوم 13 بعد 100 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر واستهداف المزيد من المدنيين والتجمعات السكانية في مختلف أرجاء قطاع غزة المحاصر من جميع الجهات. على صعيد الوضع الميداني، استهدفت طائرات ودبابات وقوات مشاة جيش الاحتلال ما لا يقل عن 11 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية في معارك دارت في خان يونس بقطاع غزة. جيش الاحتلال زعم في بيان له انه استهدف مسلحين خلال هذه المعارك كانوا يحاولون زرع متفجرات بالقرب من قواته، واخرين كانوا يطلقون نيران البنادق وقذائف صاروخية باتجاه جنوده. وعلى خلفية القصف المتواصل على خان يونس، افادت وسائل اعلام فلسطينية بان اكثر من 28 فلسطينيا استشهدوا واصيب 80 اخرون خلال 24 ساعة الماضية. وتأتي الحملة الشرسة على خان يونس من قبل اسرائيل ومحاصرته لها في اطار ترجيحات لاجهزة استخباراتها بان يحيى السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة الذي يعتبر مهندس طوفان الاقصى موجود بها. في المقابل تؤكد المقاومة ان كل فلسطيني هو مشروع فدائي لوطنه فلسطين، وان استهداف بعض من قياداته لن يقلل من عزيمتها على الصمود على الارض في مواجهة اكثر المشروعات الاستعمارية ضراوة على مر التاريخ. بل ويعظم هذا الامر اشارة وسائل اعلام اسرائيلية الى ان المقاومة بغزة عكفت مؤخرا على تصعيد كوادر جديدة لتولي قيادة مجموعة المقاومة في مختلف ربوع القطاع. ومع استمرار العدوان الاسرائيلية ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الدامية التي تنتهك فيها اسرائيل كافة قواعد القانون الانساني والدولية منذ نحو 4 أشهر الى اكثر من 26,000 شهيدة، الى ما يقرب من 65,000 جريحة، فضلا عن الاف المفقودين والنازحين معظمهم من الاطفال والنساء، في حصيلة مرشحة للتزايد ان لم تكمل جهود المجتمع الدولية لوقف الحرب بالنجاح. قال وزير الخارجية الاسرائيلي اسرائيل كاتس ان بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، اثر اتهام اسرائيل موظفين في الوكالة الاممية بدلوع في هجوم 7 أكتوبر الماضي. اضاف الوزير الاسرائيلي انه سيسعى الى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واطراف مانحة اخرى رئيسية. وقال المفوض العام للأونروا فيليب مازاريني ان المنظمة قررت انهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى اثبات الحقيقة. من جهتها سارعت الولايات المتحدة لاعلان انها ستعلق مؤقتا التمويل الجديد للأونروا على خلفية الاتهام، وكذلك ايطاليا وكندا واستراليا.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مراد بعد التحية، ما هي قراءتك لما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟ هل ستبقى إسرائيل متربصة بالمواطن الفلسطيني في حياته إلى أبد الدهر؟ يعني ليست المرة الأولى التي يحاول قادة جيش الاحتلال وأيضا مسؤولية الحكومة الإسرائيلية في دولة الاحتلال التحريض على وكالة الأونروا والتحريض على المواطن الفلسطيني. هذه حلقة من حلقات التحريض وحلقة من حلقات يعني الاستهداف لوكالة الأونروا على اعتبارها شاهد من شواهد النكبة وأيضا شاهد من شواهد ما جرى في 48 و 67. هذا الاستهداف وهذه التحريض التي تمارسها دولة الاحتلال تريد القضاء على حق العودة وتريد أيضا يعني التحريض على وكالة الأونروا من أجل محاصرة هذه الوكالة ومن أجل أيضا يعني عدم تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني. إحنا من تعرف يعني المشاهدين بعرف أن وكالة الأونروا هي المؤسسة الدولية يعني الأكثر قدرة على تقديم الخدمات إلى قطاع غزة، ولذلك يعني في هذا التحريض من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي بعد الإعلان عن إعلان قرار محكمة العدل الدولية بتبني قضية وشكوى جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية. لكن إسرائيل ووزير خارجية إسرائيل يراهنون على الدعم الغربي لهذا القرار، على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى دون انتظار أي تحقيق يثبت براءة هؤلاء الموظفين أو عدم البراءة. لماذا العجلة؟ يعني هذا جزء من الحرب على الشعب الفلسطيني، وهذا جزء من توفير الغطاء للولايات المتحدة على دولة الاحتلال وتبني كل يعني السياسات وإجراءات وسلوك دولة الاحتلال. اليوم الولايات المتحدة هي شريك في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وشريك في هذا الحرب على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية. لذلك هذا الاستعجال يأتي من أجل تأسيس لمرحلة جديدة تتعلق في ترتيب الأوضاع في ما بعد الحرب في قطاع غزة، وأيضا وضع المعضلة التي تتعلق بأن إحدى موظفين أو العدد من موظفين وكالة الأمر وهم شركاء في 7 أكتوبر، وهذه أكذوبة وتضليل تمارسها دولة الاحتلال ومسؤولين دولة الاحتلال بأن هذا ما جرى هو يعني يعتبر يعني غير مقبول، وأيضا يعرض هذه الوكالة للتحريض والتضليل، وأيضا يشكل بأن موظفي هذه الوكالة يعملون يعني خارج سياق تقديم الخدمات والعمل الذي يتعلق بنصوص قانون وكالة وتشغيل اللاجئين. لذلك هو يستهدف وكالة تشغيل اللاجئين ويستهدف العاملين فيها، وأيضا من أجل ممارسة هذا الضغط الذي مورس بالسابق واليوم يكثف في ظل هذه العدوان على قطاع غزة، من أجل أن يكون هناك قرار لوقف عمل وكالة تشغيل اللاجئين الأمور، وأيضا من أجل يعني جعل هذه الوكالة عاطلة عن يعني عن تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين لأنها تشكل أكثر من 70% من الخدمات لأبناء قطاع غزة في ظل هذه الحرب، وأيضا في ظل يعني ما بعد انتهاء الحرب ستكون هناك دور كبير لوكالة الأونروا مؤكد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. هناك من يقول ان قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بمطالبة اسرائيل بعدم ارتكاب جرائم ابادة جماعية، هذا القرار هو قرار يعني كان الافضل منه ان يصدر قرار بايقاف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حضرتك ماذا تقول؟ صحيح كان الامل يعني بان يكون هناك قرار واضح وصريح ومباشر بوقف اطلاق النار، لكن تبنت محكمة العدل الدولية واتخذت قرار بوقف كل الاجراءات التي تؤدي الى منع اقامة ابادة جماعية جريمة ابادة جماعية، وتأتي بهذا السياق ايضا لان كل يعني المتابعين والمحللين تتعلق بتفسير هذه القوانين تشير بان هذه الاجراءات التي يجب دولة الاحتلال القيام بها معناها توقف القتل، وقف التهجير، وقف الابادة،
وتأتي في سياق وقف إطلاق النار. لذلك اليوم مطلوب من كل يعني من دولة جنوب أفريقيا وكل المتابعين والمناصرين للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والمجموعة العربية عموما يعني صدور هذا القرار من محكمة العدل الدولية بلاهاي يثبت بما لا يسع لأي مجال للشك أن إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون كما كانت تتوهم في الماضي. الباحث والكاتب السياسي الأستاذ مراد حرفوش حدثتنا من رام الله بفلسطين ونشكرك شكرا جزيلا. حضر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب غير صالح للعيش على الإطلاق. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لم يعد هناك نظام صحي عملي في غزة بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلة الآن بسبب العملية الإسرائيلية في قطاع غزة. زاد الطين بلة، إنه الطقس الممطر البارد في غزة، فهو يهدد بجعل الوضع غير الصحي أصلا كارثي لحياة الناس على الإطلاق. مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب غير صالح للعيش على الإطلاق في وقت لا يمتلك معظمهم ما يكفي من الملابس أو الأغطية. منظمة أطباء بلا حدود قالت إنه لم يعد هناك نظام صحي عمليا في غزة بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلة الآن بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس. المنظمة عبرت في بيان عن أسفها لأن القدرة الجراحية لمستشفى ناصر أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب قطاع غزة أصبحت شبه معدومة، مشيرة إلى أنه يتعين على أفراد الطاقم الطبي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدا من المعدات الطبية. المنظمة قالت إنه في حين فر معظم موظفي المستشفى وآلاف الأشخاص الذين لجأوا إليه في الأيام الأخيرة ويلات الحرب والاستهداف المباشر، فأنه ثمت ما بين 300 إلى 500 مريض مصابين بجروح خطرة لم يتسنى إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف في المرفق الطبي. المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود أفادت بأنه مع تعطل عمل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي لم يتبقى أي نظام صحي عملي في غزة. وزارة الصحة التابعة لحماس تحدثت عن انقطاع كامل للكهرباء في المستشفى ما أدى إلى توقف كل المعدات الطبية عن العمل بما في ذلك أجهزة التنفس. وفي الجنوب حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي هجومه حاليا ولا سيما في خان يونس باتت كل المستشفيات مكتظة أو لا يمكن الوصول إليها حسب المنظمة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.93 مليون مواطن ما يعادل 85% من سكان غزة مهجرون قسرا، والعديد منهم نزحوا عدة مرات سعيا وراء الأمان. وما زلنا معكم نستعرض أنباء قطاع غزة وهذا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، حيث يواصل المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة والتي تأتي عبر الطرق البرية أو الميناء البحري أو الجوي. ويقوم المركز اللوجستي باتباع إجراءات التعبئة وتصنيف وتغليف هذه المساعدات حتى يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا على الهواء مباشرة من المركز اللوجستي للهلال الأحمر بفرع شمال سيناء الزميل أحمد سعد الدين مراسل النيل للأخبار من العريش. أحمد حدثنا عن الجديد لديك. تحية لك زميلي عمرو، تحية لمشاهدينا الكرام. بالفعل معكم من المركز اللوجستي للهلال الأحمر فرع شمال سيناء. هذا المركز هو العمود الفقري في استقبال وتلقي المساعدات الإنسانية وكذلك تقديم هذه المساعدات أو تحميل هذه المساعدات مرة أخرى بعد تغليفها وتصنيفها وفصلها وفصل مكوناتها، حيث يتم فصل كافة المساعدات
تكون من المساعدات الطبية على حدة، المساعدات الغذائية على حدة، أيضا المساعدات المتمثلة في الأدوية وغيرها من الملابس والبطاطين ومستخدمات التدفئة على حدة، حتى تتمكن من المرور بسهولة من النقاط التفتيشية، حيث هناك العديد من الضوابط المتبعة والإجراءات. هنا يتم وزن هذه المكونات أو المساعدات الإنسانية، يتم وضعها في بلتات وتكون بارتفاع معين وبوزن معين، ومن ثم يتم تغليفها، وبعد ذلك يتم وضع باركود لكل المكونات أو لكل هذه البلتات، توضح يعني مكان أو بلد القدوم وتاريخ القدوم وتاريخ الصلاحية، خاصة للمواد الطبية والمواد الغذائية، ومن ثم تغلف به الشاحنات وتنطلق من هذه النقطة إلى معبر رفح البري. يعني بالفعل هذا تأتي من الجمعيات الخيرية وأهل الخير الصديقة والشقيقة وكذلك المنظمات الدولية والأممية، تستقبل هذه المساعدات ومن ثم تنطلق من هنا عبر إلى معبر رفح، وبعد أن تنطلق إلى معبر رفح يعني هناك العديد، مشهد كبير جدا، مشهد مهيب هذه الشاحنات التي تنتظر الدخول الى هذا المركز اللوجستي، وكذلك عند معبر رفح تتمركز. يعني نعتذر لك احمد سعد الدين نظرا لبعض التقطع في الصوت والصورة، عموما سنتابع الاتصال بك في خدماتنا الاخبارية القادمة ان شاء الله، ونواصل تقديم اخبار ثانية ولكن بعد الفاصل. مجددا لكم تحية. أصدرت وزارة الخارجية بيانا عربت فيها عن ترحيب جمهورية مصر العربية بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وشدد بيان الخارجية المصرية على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة. أكد الاتحاد الأوروبي مجددا دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وذكر بيان صحفي مشترك صدر عن الممثل السامي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والمفوضية الأوروبية أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها، ويتوقع الاتحاد الاوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال. واشار الاتحاد الاوروبي في ان حق كل طرف في تقديم الحجج فيما يتعلق بالاختصاص او المقبوليه او الاسس الموضوعيه، فانه لا يتاثر بقرار المحكمه بشان طلب جنوب افريقيا الاشاره الى التدابير المؤقته. انطلقت فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك اعصار اثنان بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من صاعقة المظلات مع القوات الخاصة الهندية. تستمر الفعاليات على مدار عدة ايام بميادين التدريب القتالي لقوات صاعقة بجمهورية مصر العربية،
وتضمن تدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين. ويأتي هذا التدريب المشترك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين تدريبا مشتركا مع الجانب البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات العسكرية مع دول صديقة وشقيقة. وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة في التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت. الآن إلى أخبار المال والأعمال بصحبة زميلتنا شيراز الوفائي. شكرا عمر. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا وأهم أخبار المال والأعمال. وزير المالية يؤكد الحرص على تشجيع الشركات الناشئة ويؤكد أن الدولة تقدم كل المحافظات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال. أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط حرص الدولة على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء معيط مع ممثلي أكبر مجمع أعمال تكنولوجي في هونغ كونغ على هامش المشاركة في المنتدى المالي الأسيوي. ولفت وزير المالية إلى أن مصر تقدم كل المحافظات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال على نحو يسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يمكن القطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو. أكد وزير الري هاني سويلم أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى أحد الدوافع لتشجيع روابط مستخدمي المياه. وأشار الوزير أن ذلك يأتي من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط. كما أوضح وزير الري أن تلك الروابط ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المالي وتحقيق المائي وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المزرعة. أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه. وتوقعت الموازنة زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة ورسوم جمركية. ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في التراجع عام 2019 فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تخاطر بالتعرض بعض الشيء للتباطؤ الاقتصادي في الصين واضطرابات الشحن في البحر الأحمر، لكن المخاطر تبدو تحت السيطرة. وأضاف البيت الأبيض أن وضع الاقتصاد الأمريكي يدعو للتفاؤل، مشيرا إلى أن التضخم يجب السيطرة عليه عند 2% وأن بيانات ثقة المستهلكين والإنفاق الأخيرة تظهر أن الأمريكيين واثقون بشأن أوضاعهم المالية. توقعت مصادر من أوبك بلس أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر إبريل والشهور التالية في الأسابيع المقبلة. وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأواني فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج. ووافق التحالف أوبك بلس في نوفمبر الماضي على خفض طوعي للإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تقريبا في المجمل خلال الربع الأول من عام 2024.
ونصيب السعودية وحدها من الخفض يتجاوز 1,000,000 برميل يوميا. الأسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.36% لتصل إلى $83.55 للبرميل عند التسوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 في نوفمبر. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنسبة 84%، مسجلا $78.1، ليصل الى اعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر. إلى وول ستريت، حيث أنهى المؤشر ستاندرد أبروز 500 سلسلة إغلاقات على ارتفاع قياسي استمرت 5 أيام على التوالي، مع تراجع أسهم شركة إنتل بعد توقعات قاتمة للإيرادات، بينما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن التضخم معتدل. وتراجع ستاندرد أبروز 500 بنسبة 0.8%، كما خسر ناسداك المجمع بنسبة 0.36%. في المقابل ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.15%. إلى الأسواق الأوروبية، حيث أغلقت الأسهم على ارتفاع بأكثر من 1%، مدعومة بناتج فصلية إيجابية من شركات فرنسية، بينما يقيم المتعاملون احتمالات خفض أسعار الفائدة. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.1%، مسجلا أعلى مستوياته في عامين وبزيادة أسبوعية 3.1%. كما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي، والذي يضم كلا السهمين، ليحقق مكاسب 1.3% ويتفوق على البورصات الإقليمية الأخرى. أيضا ارتفع مؤشر أسهم شركات الرعاية الصحية الكبرى بنسبة 1.3%. انتهت أخبار الاقتصاد، والآن نعود لاستكمال النشرة. إليك عمرو. شكرا جزيلا لك شيراز. وختام الثانية من النيل للأخبار، تذكير بأهم العناوين. في اليوم 113 على التوالي شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. أونروا تفصل عددا من موظفيها تتهمهم إسرائيل ببلوع في هجوم 7 أكتوبر الماضي، وعدد من الدول تعلق مساعداتها للوكالة. الاتحاد الأوروبي يقرر دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة. ختام ثانية من النيل الأخبار، لكم كل التحية، ونلقاكم دائما على خير إن شاء الله. في أمان الله.